أخبار اليوم. بمناسبة هذا الصلح الكريم الذي يتجلى فيها قول الحق إلى سيد الخلق: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وقول الحق فمن عفا لكل من ساهم في تحقيق هذا الصلح، الأمن والسلم الاجتماعي لكل المواطنين، وفقنا الله جميعا لحفظ دماء أبناء أسيوط. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله. بتقديم رمز العفو والصلح لعائلة أولاد النطاط يتقدم السيد الأستاذ سيد بغدادي بتقديم رمز العفو والصلح لعائلة أولاد النطاط، ويقوم فضيلة الشيخ محمد عجمي محمود بتلاوة قسم الصلح، وذلك حجة عليهم أمام الله وأمام الناس: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا هو القسم. قلنا عائلة أولاد بغدادي، يجوا على اليمين كده.